السلام عليكم أخواني وأخواتي. اليوم إن شاء الله رح نشوف استعدادات رمضان في لندن. طبعا أنا اليوم أبغى أشتري أخراط عشان أعمل زينة للأولاد. هذا المحل من برا فاتح طول شهر رمضان، طول شهر شعبان، بس أنا ما عرفت إلا اليوم إنهم فاتحين. ما شاء الله، من هذه الهدايا حقت الأطفال. ليتا وقصي رح ينبسطوا اليوم. هنا فنادين الشاهي، هدايا، حياكم الله. لا 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 لا، الأولاد عندي انبسطوا اليوم. هذا القماش اللي يبيعوه بالمتر عشان تشتروا زينة للحيطة. ما شاء الله ما شاء الله. هنا طبعا جلابيات للسيدات، أسعارها جميلة، لها رمضانيات. السبتات تقدم فيها الهدايا. هذه اللي نحط فيها العصير. ونحب شوفوا هذا عند ريتا وقصي اليوم. إذا كنت جاية بدري قبل أسبوعين تلاقي أشكال وألوان. ما شاء الله. في شيء ثاني تحتاجيه؟ شفت العطور حقت شهرزاد؟ هذول تيست كله، تيجي تيست وبعدين كل الاطفال. يا خساره ما في مقاس ريتا من هذا. هذا واحد دي حقه الاولاد، حق البنوتات. هذول نستا بتاعت الشهر، هذه عطور العربيه. هذه اللي يزينوا، اعتقد ماني عارفه والله، ما يزينوا الراس. هذه حقه الراس ولا حقه الديه تمريات؟ يعني هي كده شكلها. اي هذه شكلها بتاع 10 سنة. ايش يحطوا فيها؟ تمريات تمر. تمر إيه؟ تفتحيها عادي. اوكي، حق التمر. وانا نتصور وانا كنت فاكرتها حقة الزينة، يعني يقول لك تفتحيها تحطي فيها التمر. هنا هذه المبخرة وبرضو التمر، يعني هذه تمريات. هذه نحط فيها الهدايا اللي وزعوها لأصدقائهم. هذه تقديمات كيوت مرة، هذه شكلها حلو. هذه الوحدة على كم؟ هذه 25 للقرقعان، حطي فيه شوي. هذه
زي هذه كده بتقرقعان يعني انبسطوا العيال. هذه مفارش صفرة هنا ولا هذه حقة خروج؟ هذه شنطة الخروج يعني؟ للبار بس صفرة هي شنطة وصفرة. شنطة وصفرة للبار. أيوه. لأن جوتها أنت حاطط مفرشين ذهبي. إيه هي أمور لرمضان بس أنا حاطة كده. بس إن هذه صفرة رمضانية تطلع للبار ولا شيء. واو. صراحة هذه شنطة وتنقلب صفرة فكرة مرة حلوة. يعني آخذ فيها الأغراض أروح البارك عشان نفطر. وبعد كده افكها تنقلب صفرة مره تحفه. هذه على كم؟ هذه ب15 كمان يعني سعرها مره حلو. كل عام وانتم بخير. مرة حلوة هذه. هذه للكرسي. حاجات تحفة. المحل تحفة. نيجي دحين نشوف لبس السيدات الرمضاني او زي يقولوا التراديشنال. هذه نفس السعر ولا اسعارها مختلفة؟ اول واحدة 75. هذه القطنيات والحين. والباقي القطنيات ب25. القطنيات ب25؟ المشكلة هذه عارف كان نفسي في ده بس ما قلت لي ما في منه للبنوتة. لا والله ما في منه. تبغى انا وبنيتي. ما شاء الله هم لانه تقريبا المحل الوحيد في السنتر عندنا هنا فكل شيء خلص فيه بدري. يعني انا جاية مرة متأخرة. يعني زي ما انتم شايفين بيقول القطعة الأولى لأنها قطعة عيد والقماش حقها يعتبر فاخر. 75 وهذه القطنيات كل واحدة ب25. تنزل هنا مثلا هذا تقريبا كله قطنيات خلاص الباقي كله قطنيات. أنا ما أعرف ألبس الحاجات دي بس حلوة يعني فكرة حلوة في رمضان. حاجات دي لها ناسها يعني هو بيقول دي تمرية يعني دي احط فيها التمر. طب احطه ازاي؟ دي سمنية وليس التمرية. دي للسم يعني سوري يعني حتى حاجات السمن دي متزينة. وهذه القهوة. ولا والله طلعت الموية يعني احط فيها عصير. بس انا ما اقدر اخذ عصير واخبيه لازم اكون شايفة الازازة جواها ايه. أنا هذا مرة يعني حسيته يعني حلو بس طبعا أوفر في الذهبي. بس اللي مرة 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 يعني عاجبني الأزرقات بس للأسف إني جاية متأخرة فشكلي راح أرسى خلاص على إني آخذ الذهبيات. بس طبعا أنا ما ححرم إيتا حاخذ لها هذه الشنطة ممكن حتى سانتا حقت رمضان. يعني شايفين انتوا ايش كان يقصد. هذه للتمر اما هذه للسمن. بتحط السمن هنا وتحط التمر هنا. ودي فوانيس رمضان كريم. هذه فوانيس ودي مبخرة. Thank you.
خلصت من ده. ودي حقة العصير للأطفال مرة حلوة. ودي للعصير احنا نعيد نعبيها. هذه الوحدة فيها كم؟ 4 حبات. هذه فيها كم؟ 8 جنيه. انا جاي اخر واحدة مضطر اخذ، مش اقدر افاصل. طول الدور فاتحين بس ندخل عدد معين. انا ما كنت تدري نهائي انكم فاتحين. طبعا هنا تيجي عند الروايح الطيب. صراحة البخور اللي انت حاطه تحفة. اي هذا منقوع ملكي، تحفة ريحته مرة حلوة. يعني انا مو كثير احب البخور بس الريحة يعني ادخل المحل ما انزعجت من الريحة. هنا القطايب والبخور، خلطة السلطان، هو حاطط خلطة اسمها منقوع ملكي، صراحة مرة حلوة. شوفوا بخر عشاني، عشان الزبون طبعا، يعني هو يعرفني انا اول مرة اجي عنده. حياك الله محلك. بعدين تيجوا هنا في الحجابات، هذه مرة حلوة صراحة عجبتني. ما حطلع. لا عادي. ما حد يزعل المدام. لا هذه المدام ما في كل يوم اللي تنزلنا. طيب يعني ايش هذوك اللي هنا؟ اللي عليها صورة قرقعان اللي تحت. اي واحد. هذول التوزيع حق العيدية. تحط فيه فلوس. فلوس العيدية هذه حقة العيد. اي حقة العيد، تحطي زي 10 طن هنا و5 طن عيدية. عساكم من عوادة. ايوه ان شاء الله. هذه كم الوحدة؟ هذه 12 حبة ب10 طن. طيب اديني واحدة بنات واحدة اولاد. كل واحدة 12 حبة. وضايف بنات ما في. لا يعني ايه العيدية بس اولاد؟ هم اغلبهم بنات. ايه لانه سلطان يا راجل، يعني خلفة البنات اكثر. البنات خير وبركه والله. شفتوا كيف حتى لما جيت اخذ حق العيديه ما لقيت. وين ايه بقى هذا المكياج؟ هيفا ماجيك. هيفا ماجيك ايه. يا راجل هي عاملة مكياج؟ هي تمثل الشركة، يعني ما تملك الشركة، الشركة الواحدة اسمها نتالي، بس إن هي وجهها إعلانية. خرب التصوير. ما خرب ولا أي حاجة يا ادفرتايزنج، ولا خرب ولا شيء إن شاء الله. هذا البيت الإماراتي للعود، عشان كذا بخورك طيب. أنت عارف احنا الوكالة في أوروبا ما شاء الله لا قوة الا هذا. ايوه هذا احلى احلى بخور في الدنيا. انا شوف لما قريته خلاص عرفت انه طيب. كله في اوروبا. كم هذا العلبه؟ هذه 53 طبعا تسعيره سعوديه. نحسب لك اياها 50 تسعيره سعوديه. ما نقدر يعني 53 سعودي؟ يعني بالسعوديه 253 ريال. لا انا قلت لك 53 سعوديه، يعني حدك 53 ريال. ان شاء الله بنعمل تخفيضات رمضان ان شاء الله الله كريم. طيب طلع لي واحدة منها ان شاء الله. وهذه الكرتون في اية فيهم؟ هذه الله يسلم توزيعات قرقعان. ما عندك اي ورق من الحيطة؟ ايوه هذه حلوة تحفة. يعني هذه علب حطي فيه سويت. اي بس التبسي اية اللي احطها فيه اسيبها في الكرتون كذا؟ لا عندك هنا نظام انه تحطي الصواني زي هذه. هي التوزيعات بكم تقريبا؟ توزعي على هذا النظام. انا ححطها حوزعها على نفسي انا واولادي كذا وتوزعي. بكم طيب هذه؟ هذه العلبه الكرتون في 12 حبه ب 20 جنيه. طيب اديني واحد كرتون. ولا السب ودي اللي تحت؟ هذه اللي تحت. هذه اللي تحت اغلى من الكرتون. يا راجل. لا بكم والله؟ والله العظيم 25 باوند. كذا انت ما تباني اشتري اليوم؟ طب في لون ثاني غير الاخضر؟ ايه في عندك الوان عندك. ممكن ناخذ الاورنج. لا البيج اللي تحت. ايوه خلاص ناخذ واحد من ده.
لأنه كنت أبغى أزرق بس ما في أزرق من الكبار. في بنفسجي إذا تبغي. لا خلينا عن بيج. أعتقد أنتوا أخذتوا جولة حلوة وتعرفتوا على بعض الأسعار. إذا كنتوا هنا في لندن لا تنسوا الشوب. الشوب إيش عنوانه؟ أيوة خلينا نديهم البيزنس كارد. هذا الشوب وده عنوانه. بوتيك شهرزاد. بوتيك شهرزاد. عشان نخليها صورة. ان شاء الله يكون التصوير نال على اعجابكم وان شاء الله يعني يعجبكم انكم تيجوا المحل وتشتروا. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبراً